بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كنز فور كيدز اند مام. النهاردة جاي لكم فيديو جديد ازاي نعمل سلطة الطحينة. عندنا طحينة، عندنا ملح، كمون، ثوم، فلفل اسود، حبة بابريكا، خل، ليمون، مية مغلية. نشوف هنعملها ازاي في الخطوات مع بعض. اول حاجة عندنا الطبق اهو، نحط الطحينة، على حسب الافراد اللي عندك. انا شايفه ان كده حلوين. عندي كده نحط بقى الليمونه، نعصر الليمونه، ما نخليش فيها بذر. نحط الخل بقى واوريكم نعمل ايه. عندي الخل معلقه يعتبر، نقلب بقى لغايه ما هوريكم تبقى عامله ازاي. نفضل نقلب لغايه ما لونها يتغير، ما تبقاش اللون ده. نقلب اهو لغايه ما تمسك في بعضها. بصوا بتتغير ازاي. نفضل نقلب لغايه ما تمسك كده. نقلب كمان بقت عامله ازاي. بصوا بقت عامله ازاي. ده اللي انا عايزاه، بقت عامله زي العجين. هنفكها دلوقتي بقى بالميه السخنه، حبه حبه، نحط حبه ميه حبه حبه. بسم الله، عشان اللي عايزاها تبقى خفيفه ولا تقيله، فهنحط حبه حبه ونشوف هنعملها ازاي. اهو بصوا لونها جميل ازاي، بتبيض ازاي، ولا محتاجه بقى تحطي زبادي ولا اي حاجه. بصوا عماله اهي ترجع للونها الجميل. واحدة واحدة اهو. بصوا تقيلة ازاي. هنحط حبة مية كمان، نخلي بالنا. بسم الله نقلب. بصوا بقى انتي بتكتر معاكي، يعني انتي عايريها على قد ايه الافراد اللي عندك. واصلا مهما عملتي كميات هتتخلص اصلا من كتر ما هي حلوة. نقلب. بصوا بصوا جميله ازاي. ما يحبهاش تبقى تقيله كده، هديها حبه ميه خفاف جدا عشان ما تبصش مني. بسم الله. طبعا اي سلطه بتحب الكمون اديها كمون. كمون حلو قوي في السلطات، لكن انت بتاكلي بره. الطحينه بتاعت بره هما بيحطوا كمون، بيكتروا في الكمون وبيعملوها بالطريقه دي. اكيد بره يعني في المطاعم مش هيحطوا زبادي على الطحين. اهي شايفه ان هي كده بقت جميله، وبعد شويه هتلاقيها تقلت معاكي. ممكن تبقى تحطي حبه ميه كمان. شوف بقى هنعمل ايه. عندنا هنا الثوم هنبشره بقى. انا من رايي ما تكتريش التوم، يعني اديها بس طعم التوم. حط واحد كمان، هنخليه ثلاثة بقى. ايه سنه اي حاجه ثلاث مرات. بسم الله ثلاث فصوص توم اهو كده اهو. عندي هنا الكمون من الثوم. هنا بقى التوابل، عندنا ملح اهو، وبحبة بابريكا عشان تديها سنة حمار بسيطة، حبة فلفل اسود، وكمون. نقلب بقى. بسم الله. بس تقيله شويه، نحط لها حبه ميه.
اهي جميله ازاي. نجيب بقى ايه بوله نحط فيها حبه، شوف شكلها النهائي يبقى عامل ازاي. بسم الله اهو، بسم الله. شو بتحبيش التوابل تبقى باينه كده، ممكن تقللي التوابل بس طعمها جميل. حط بقى حبه زيت على الوش كده عشان تخليها تلمع. نديها تقليبه. طعمها حكايه، يا ريت تجربيها وتقولي لي رايك في الكومنتات عامل ازاي. يلا ده كان فيديو بتاعنا النهارده، لو حابين انا اعمل لكم فيديوهات تانيه اكتبولي في الكومنتات عايزين نعمل لكم فيديوهات عن ايه. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.